أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال أتى من إحدى كليات البنات، وجاء فيه جاء في كتاب لأحد المعاصرين بعض العبارات والتي هي مقررة علينا في دراستنا الجامعية، وأرجو من الشيخ أن يبين صحة هذه العبارات، وهي أولا قوله أن هذا الكون لم يكن عفويا ولا مصادفة، إنما هو من فاعل صانع مختار ليس من جنس هذه الحوادث. السؤال: هل مثل هذه العبارات تستعمل في الثناء على الله أو في التعريف به؟ المعنى صحيح أن هذا الكون لا ليس هو نتيجة صدفة، ولا أنه وجد من غير خالق، بل هو موجود بقدرة الخالق سبحانه وتعالى وإرادته، فالمعنى صحيح، وهذا يقصد به الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون أن الأشياء وجدت نتيجة للطبيعة. نعم. وجاء في اللفظ الثانية قولها أنه يقول أن الله تعالى متصف بصفة الوجود، فهل هذه العبارة صحيحة؟ لا، هذه نقص ناقصة، يعني وصف الله بأنه موجود فقط هذا وصف ناقص، كل الأشياء موجودة، كل الأشياء موجودة، فوصف الله بالوجود فقط هذا وصف ناقص، بل الله جل وعلا يوصف بصفات الكمال التي فيها مدح وفيها ثناء وكمال على لله سبحانه وتعالى، أما الوجود فليس فيه مدح وليس فيه كمال، لأن كل الأشياء موجودة، حتى الأشياء التافهة هي موجودة. نعم. ثم جاء في اللفظ الثالثة أنه يقول: الرب يطلق على معان منها أنه المربي المتصف بكل صفات التأثير من خلق ورزق وملك. السؤال: هل الله متصف بصفات التأثير؟ تأثير؟ التأثير. نعم، هذا معنى صحيح، أن من معاني الرب أنه الخالق الرازق المحيي المميت المربي لعباده بالنعم. نعم. وجاء في عبارتها الرابعة أنه يقول: إن دليل التمانع مأخوذ من قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ومن قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد. السؤال: هل الآيتان جميعا هما دليل التمانع عند أهل السنة؟ هذا ذكره شارح الطحاوية في شرحه، ذكر أنهم يستدلون بهذه الآيات على التمانع، على دليل التمانع، وهو ظاهر من الآية، ظاهر من الآيات أنه يمتنع أن يكون مع الله إله آخر، لأنه لو كان معه إله آخر لحصل الفساد لهذا الكون، لحصول النزاع بين الإلهين، هذا يريد كذا ولا يريد كذا، فإما أن يحصل مقصود الاثنين، وهذا ما يمكن حصول تناقض، لأن هذا يريد شيء ولا يريد خلافه، فلا يمكن حصول هذا الشيئين لأن هذا تناقض، وإما أن يحدث أو يوجد مراد الواحد منهما والآخر لا يحصل مراده، فيكون الذي حصل مراده هو الرب سبحانه وتعالى، والثاني لا يصلح للربوبية. فالمعنى صحيح من الآيات. نعم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. نعم. وهذا ذكره شارح الطحاوية. نعم. وتقول أحسن الله إليكم في سؤالها الخامس أنه يقول: إن جبرائيل وميكائيل أكابر الملائكة. والسؤال: ما حكم إطلاق لفظ الأكابر على الملائكة؟ نعم، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هؤلاء هما المقدمون في الملائكة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى آخر الاستفتاح. فلماذا خص هؤلاء الملائكة الثلاثة عليهم السلام؟ لأن جبرائيل ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل
موكل بالقطر الذي به حياة الأرض وحياة النباتات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأرواح والأجساد بعد موتها يوم الحشر. فكل ملك من هؤلاء الثلاثة موكل بنوع من الحياة، فلذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فهم من أعظم الملائكة. نعم.